يا معلمة اتفضلي يا معلمة. كام دول؟ 100 جنيه. ايه 100 جنيه يا معلمة؟ وانتي المفروض تجيبي كام؟ المفروض يا معلمة اجيب 200 جنيه. وجايبة 100 جنيه ليه؟ تبقى معلمة بصراحة يعني كده مفيش شغلة يا معلمة، اعمل ايه طيب؟ ده خامس يوم تجيبيلي 100 جنيه. انا قلتلك تمسحي عربيات، تسرقي، تنصبي، اهم حاجة تجيبيلي 200 جنيه. يا معلمة انا ما بعرفش اسرق ولا انصب، انا ما بعرفش اعمل اي حاجة غير مسح العربيات بس يا معلمة. ما بتعرفيش؟ ايوه يا معلمة ما بعرفش. تبقى تمشي من هنا وما شافش وشك هنا تاني. امشي من هنا يا معلمة؟ ايوه. يعني يرضيك يا معلمة انام في الشارع كده اهو عليكي؟ ايوه يرضيني، ما شوفش وشك هنا تاني، انت كده هتبوظي لي العيال. ده انا معاكي بقالي كتير يا معلمه، ده انت اللي مربياني. تعرفي لو شفتك بتمسحي عربيات بره في الشارع همسكك اعلقك هنا وهعملك كفته. لا خلاص يا معلمه خلاص. يلا امشي من هنا وما شافش وشك هنا تاني. حاضر يا معلم. جايه تبوظي لي العيال ولا ايه؟ انا عملته ده؟ انا خبطت بنت بتلعب بالعجله. يا رب سلم يا رب. يا رب سلم يا رب. بس يا حبيبتي مالك؟ معلش معلش حقك عليا. معلش قومي. طب معايا معلش قومي معايا. معلش حقك عليا. معلش معلش. يا رجلي. بس بس طب عايزه تعالي. ايه يا طنط مالك؟ في ايه يا طنط مالك؟ انا خبطتها خبطتها بالعربيه غصب عني. خبطتيها؟ تعالي حبيبتي ما تخافيش. والنبي والنبي نعديلي ماما، هي في كافيتيريا برنس. في كافيتيريا برنس؟ في كافيتيريا برنس. طيب تعالي. طب يا طنط انت هتوديها مستشفى ايه؟ انا هوديها مستشفى الجمل. طيب ماشي. تعالي حبيبتي تعالي. تعالي بس بس. ما تخافيش يا حبيبتي تعالي. معلش حقك عليا. يا عمو يا عمو. نعم يا حبيبتي. مش ده كافيه البرنس؟ ايوه يا حبيبتي. بص انا عندي بقى ايه، عصير تفاح وكوكتيل وليمون من النعناع وبطيخ وبرتقال كمان. يا عمو ايه انت بتقوله ده يا عمو؟ عايزه شاي؟ لا مش عايزه حاجه. ده في بنت كده يا عمو صغيره معاها عجله اهي. هي دي يا عمو البنت دي معاها عجله صفراء في غزل. اسمها غزل؟ ايوه. مالها؟ في عربيه خبطتها في شارع 8. انت بتتكلمي بجد؟ ايوه معاها عجله صفراء كمان. طب ثواني اكلم مامتها. طب كلم مامتها بسرعه والنبي يا عمو. مامتها صاحبه الكافيه ده. واللي خبطتها كمان قالت لي ليه توديها مستشفى الجمل. مستشفى الجمل؟ طب ثواني. مقفول يا حبيبتي. مقفول ايه؟ طب رن عليها بسرعه تاني. معلش غير متاح. طب اعمل ايه؟ طيب هعمل خلاص إيه؟ يا حبيبتي اول ما تيجي مامتها اقول لها حاضر. يا عم انت مش مهتم بالموضوع كده ليه يا عمو؟ طب قولي هي ساكنه فين. مش هينفع اديكي العنوان برضه. ليه يا عمو؟ بقولك بنتها خبطتها عربيه يا عمو. مامتها قالت لي ما تديش العنوان لحد. يا عمو اعتبرها شبه بنتك، انت ليه مش مهتم بالموضوع كده؟ حرام عليك. يعني اعمل ايه يا حبيبتي؟ اجي معاكي يعني واسيب الكافيه يتسرق؟ مش هينفع اسيب الكافيه لوحده. خلاص يا عم. اتفضلي يا حبيبتي عندي شغل والله. اعمل ايه؟ طيب البنت صعبت عليا قوي، طب اتصرف ازاي؟ انا ما ينفعش اسيبها كده، انت كانت بتقولي ساعديني. طيب حمل ايه بس؟ طمنيني عليها يا دكتور. بصي هي كويسه الحمد لله، بس هي كدمات جامده قوي. كدمات؟ يعني ايه ما فيهاش اي حاجه؟ هي كويسه؟ لا الحمد لله انا عطيتها حقنه مسكنه وان شاء الله هتبقى كويسه كمان شويه. طب الحمد لله. الف سلامه عليكي يا حبيبتي. دلوقتي هكتب لك الروشته. طب تمام يا دكتور. بصي هستأذن حضرتك بس هنزل الريسبشن احاسب واطلع على الحديقه على طول. خلاص ماشي. ماشي. سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك. الف سلامه عليكي يا حبيبتي. شكرا. حبيبتي ممكن اسالك على حاجه؟ اتفضلي. هي دي مامتك؟ لا دي مش مامتي، دي طنط اللي خبطتني بالعربيه. دي اللي خبطتك بالعربيه؟ طب ما قلتليش ليه من ساعتها؟ طيب ليه يا طنط؟ كان لازم اخد البطاقه بتاعتها واعمل لها محضر. لا يا طنط هي مش غلطانه، انا اللي غلطانه عشان كنت بلعب في نص الطريق، كنت بلعب بالعجله بتاعتي. الف سلامه عليكي يا حبيبتي. طب فين مامتك؟ طيب ماما انا بعت واحده تجيب ماما دلوقتي، وماما عليها جايه. خلاص ماشي ان شاء الله تجيلك دلوقتي. انا هفضل معاكي لو عايزه اي حاجه انا معاكي وجنبك ما تخافيش لحد ما مامتك تيجي. ايه يا عم محمد ما شفتش غزل؟ انا بتصل بيك يا مدام موبايلك مقفول. معلش فصل مني. ما شفتش غزل بقى؟ غزل في عربيه خبطتها في شارع 8. ايه؟ ايوه عربيه خبطت بنتي غزل وهي دلوقتي في مستشفى الجمل. وهو انت ما كلمتنيش ولا قلت لي ليه؟ ما انا اتصلت بيك موبايلك مقفول. في بنت صغيره جت قالت لي. طب انت مش عارف مكاني؟ ما جيتليش ليه؟ قلت لي ما انا ما رضيتش اسيب الكافيه لوحده ولا يتسرق. يكشي يولع الكافيه. المهم غزل، المهم غزل يا عم محمد. انت قلت لي
مستشفى الجمل. ماشي يا عم محمد، يلا بيصلي. اوه يا دماغي، انا ايدي بتوجعني قوي. حبيبتي حبيبتي، انت كويسه انت كويسه. بصي انا عايزه اقولك على حاجه، على فكره انا روحت كافيه للبرنس وسالت على مامتك، بس مامتك ما كانتش موجوده بالاماره، كمان كانت صورتك موجوده هناك. ايوه بس كان في عمو شغال، روحت انا قلت له ان انت في مستشفى الجمل، وكمان هو حتى اتصل بمامتك عشان تيجي يعني. راح هي مامتك تليفونها مقفول وما ردتش عليه. لا انا عايزه ماما. معلش، تعرفي انت صعبتي عليا قوي، لما قلتي لي ساعديني كمان صعبتي عليا اكتر، والكلمه دي يعني خلتني انا ارجع لك تاني. وتعرفي كمان ان انا مش هسيبك، واعتبرك زي اختي الصغيره، ومش هسيبك غير لما مامتك تيجي. شكرا. عفوا على ايه يا حبيبتي، انت صعبتي عليا قوي والله. معلش معلش. دق دق دق. مين بيخبط؟ انا عمو. عمو انا عمو صاحب بابا، جاي اوديك البابا. يا عمو انت كذاب، بابا قال لي ما افتحش الباب. غزل غزل، ايه اللي حصل لك يا حبيبتي؟ غزل فوق يا غزل، فوق يا غزل. ماما ايه اللي حصل لك يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل لك بس؟ يا غزل، هي دي بنتك؟ ايوه دي بنتي. انت ليه لأخرت عليا كده يا ماما؟ انا زهقت قوي يا ماما. معلش معلش معلش، حقك عليا. انت حاسه بايه؟ انت موجوعه جامد يا حبيبتي. ايوه يا ماما، انا دماغي وجعاني وايدي ورجلي. معلش معلش يا طنط، انا عايزه اقولك على حاجه. بنت حضرتك لما العربيه خبطتها قالت لي ساعديني روحي لماما في كافيه البرنس. ايوه فانا فعلا روحت لها، بس انت حضرتك ما كنتش موجوده، وعمو اللي شغال حتى اتصل بيكي، بس انت كان تليفونك مقفول. عم محمد قال لي، عم محمد قال لي. ايه يا حبيبتي؟ ايه تعرفي يا ماما، البنت دي يا ماما طيبه قوي يا ماما، قالت لي لا مش هسيبك. ايوه يا ماما، هي ما سابتنيش وقعدت معايا يا ماما لحد ما انت جيتي. معلش معلش والله شكرا. هي فين الدكتوره؟ الدكتوره اللي انا فين؟ ايوه انا الدكتوره. حضرتك اتأخرتي عليها كده ليه؟ معلش والله، اللي بلغني بلغني متأخر عشان تليفوني كان فاصل، وانا معرفش اصلا ان هي في المستشفى ومخبوطة. بصي هي كدمات جامدة شوية، بس الحمد لله بقت كويسة. طب وايه اللي حصل بالظبط؟ بصي يا بنت حضرتك، حكيت لي ان في واحدة خبطتها في العربية، وهي الغلطانة كانت بتلعب في نص الشارع بالعجلة، واللي كانت معاها وخبطتها، بس انا ما عرفتش غير بعد ما نزلت. قالت لي انا نازلة حاسب وطالعة على طول. طبعي. بس هي هربت وسابت فلوس بزيادة. مش مهم، الله يسهل لها. الحمد لله بس اللي هي افتكرت وجبتها على انا، ما سابتهاش مرمية في الشارع. ايوه طبعا الحمد لله. طب غزل كويسة؟ اه الحمد لله، هي كدمات بسيطة. بصي انا سبت روشتة مع اختها، بجد اختها دي جميلة جدا وبتحبها قوي قوي قوي، بجد ربنا يخليهم لبعض. تعرفي يا ماما، هي يا ماما طيبة قوي، ما انت ما سابتنيش. بجد بجد، هي ينفع غزل تروح؟ طيب ايوه طبعا. بصي انا كاتبه لها على مراهم، بس ادينا لها في وقتها يعني، وقت بوقته عشان تبقى كويسة، عشان الكدمات جامدة قوي. خلاص تمام. حبيبتي انتي ساكنه جنبنا؟ بصراحه مش عارفه اقول لك ايه يا طنط. ايوه ايوه يا طنط. طب تعالي اوصلك على سكتنا. الف سلامه عليكي يا حبيبتي. تعالي حبيبتي، اقدر تمشي يا حبيبه قلبي؟ انا بس بنروح بنروح بنروح. ها ها، اقدر تمشي على رجلك ولا لا؟ مش تعالي على مهلك يا حبيبتي. تعالي يا ايدي. يعني انت متاكده يا حبيبتي ان انت ما تعرفيش مامتك وباباكي فين؟ لا انا ما اعرفهمش. تعرفي اصلا انا عايزه اقول لك على حاجه، ان المعلمه فرنسا دي كانت عايزاني يعني ان انا اسرق الناس وانصب عليهم، فانا قلت لها ان انا ما بعرفش اعمل اي حاجه غير مسح العربيات، فهي كانت عايزه 200 جنيه وانا بجيب لها كل يوم 100 جنيه. روحت هي قالت لي كده، بقى انت هتبوظي لي العيال اللي عندي. حيت مشتني، قلت لها طب اهون عليكي انام في الشارع؟ قالت لي اهوني عليا. لا يا حبيبتي انت جدعه والله. ايه يا غزل، ينفع يا ماما اطلب منك طلب؟ اتفضلي يا حبيبتي. ينفع يا ماما تخليها تبات معايا وتبقى اختي يا ماما؟ هي يا حبيبه قلبي، من النهارده انت هتشتغلي معايا في الكافيه وهتبيتي في الكافيه. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا طنط؟ ايوه طبعا، طالما ما بتعمليش حاجه حرام يبقى انا افضل لك واساعدك. ايوه والله مش بعمل حاجه يا طنط، حتى لو مش مصدقاني انا عايزه اقول لك على حاجه. روحي حتى اسالي المعلمه فرنسا، انا كنت شغاله عندها، وتقول لك اللي هي لقيتني وانا حتى مش عارفه كنت قد كده ولا قد كده ولا قد كده، انا مش فاكره. بس والله بجد انا ما شفتش بابا ولا ماما اصلا، هما بيقولوا ان انا تهت منهم. ماما يعني بجد يا ماما هتخليها تشتغل في الكافيتيريا؟ ايوه تشتغل في الكافيه. طب اقول لك حاجه، بس اسالك سؤال الاول وتجاوبيني بصراحه. اتفضل. اوعي تكوني بتضحكي عليا. اتفضلي اسالي، مش بضحك عليك والله. ايه والله ما تعرفيش باباكي ولا مامتك فين؟ والله هتعملي لي مشاكل. والله العظيم ما اعرفهم، والله العظيم ما
اعرفهم، والله ما بضحك عليكي، حتى تعالي معايا وروحي اسالي المعلمه فرنسي. انا حبيتك يا امنيه، انت حبيتي مع غزل وهتشتغلي في الكافيه معايا. بجد يا ماما؟ انت من النهارده بنتي التانية. انا ماما؟ ايوه. انا بجد؟ ايوه بجد. ايديكي يا بنتي. بجد يا بنتي ربنا يخليكي، والله انت طيبه قوي. ربنا يخليكي يا طنط. لا انت حبيبتي يا امنيه، انت عسل خالص زي غزل. طيبه قوي يا طنط والله. ايه النهارده انا بقى عندي احلى بنتين في الدنيا. هي حبايبي.